تاج معناها تألق امتياز وجودة. هذاك علاش احنا نعملو في ميس تونيزي، لورغانيزاسيون تاع ميس تونيزي، على خاطر الفتاة اللي باش تمثل الجهة متاعها لازم تكون متألقة وممتازة وعندها جودة في الحياة وجودة في الكلام وجودة في التصرف، وجودتها انها تنهض بالجهة متاعها بالأعمال الخيرية في الجهة متاعها، هي باش تكون سفيرة الجهة. وهذاك علاش السنة عندنا 14 فتاة بركة، على خاطر عندنا 14 فتاة اللي فيهم المواصفات هذه الكل، المواصفات الصعيبة طبعا على خاطر فيها انجاجمون، فيها لو ترافاي هومانيتير اللي مش على خاطر عندها فلوس باش هي تخدمه، لا، احنا سناء عملنا خدمنا على المدارس، عطيناهم السوجي هو انه كل واحدة منهم لازم تصلح على الاقل مدرسة في الجهة متاعها. التظاهرة هذه تربويه في الاساس، يعني احنا بالتاج الفتاه هذه تولي رمز، تولي سفيره، تولي هي ان اكزامبل ا سويفر، حتى لين نشجعوا شبابنا ما يكونش عنده نظره الياس ولا يستنى شكون يعاون ولا يستنى شكون يعمل حاجه، انت نجم تعمل، واذا كان عملت تو تتصلح البلاد. هذا المنهج اللي احنا ماشيين فيه في هالتظاهره هذه. وعلاش ميس؟ على خاطر ملكه الجمال، والجمال ما يكون كان بالأعمال اللي أنت تقوم بها. نجم يكون الشكل جميل لكن الشكل الجميل وحده ما يكفيش، نجم تكون مثقف لكن الثقافة وحدها ما تكفيش، نجم تكون قاري وعالم لكن هذيك الكل ما يفيدش كما تفيد أنك تثني الركبة وتقوم بواجباتك نحو بلادك ونحو جهتك بالأخص. يعني هذا هو المبدأ اللي احنا ماشيين عليه في ميس تونيزي. هذايا كلهم دي بوان اللي باش يتحسبوا في الختام باش ننتخبوا ملكة جمال تونس، معناها مش جوست دي تيتر مي سي دي بوان، فما كوفيسيون لكل ماتير اللي هما باش تكون في الاخر سور 20 بيان سور، اما باش نحسبوا زادا ديجيتال، باش نحسبوا زادا لو كومبورتمون تاع البنيات في المده هذه نتاع التربص المغلق اللي نعلموهم فيهم لو مانتيان لو سافوار فيفر لا كومونيكاسيون لو ديتيتيك لوتولوك لا ديمارش لا بريز دو كونسيونس لا سيتويانتي، اللي هو الميساج اللي كل ميس لازم تعديه للجهه نتاعها وللصغيرات حتى لين ينبعثوا فيهم وحتى يتغرسوا كغريزه تولي هي فيهم طبع، ما نقعدوش احنا نبنيو في الفارغ.